صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وفيه أكيد نهديكم باقات الورود الفواحة بالمحبة والفرح والسعادة في قلوبكم وبيوتكم بإذن الله ونقول لكم عيدكم مبارك وعساكم دوم من العايدين صباح الخير يا أسمه صباح النور عصام طبعا أيام عيد جميلة نعيشها والفرحة ما تنوصف عند الصغير والكبير شاركناكم أمس أجواء العيد ومستمرين اليوم معاكم وقريبين منكم عشان نكون جزء من فرحة العيد مشاهدينا على مر الأزمنة تغيرت أشكال تهاني العيد من لما كنا ننتظر رنة مسج التلفون ومن أيام جزء من النص مفقود والرسائل البسيطة في صياغتها الكبيرة في معانيها خلونا نهنيكم بالعيد هالمرة بطريقتنا ونسترجع معاكم هالذكريات. مشاهدينا عيد الاضحى فرحه والفرحه ما تقتصر على الفرد نفسه بل واجب ان نسعى كلنا من خلال هذه المناسبه الجميله لاشاعه الفرح والكل لازم يتشارك في هذا السعي المبارك ولتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع يسعدنا ان نستضيف فضيله الشيخ عبد العزيز بن عادل المعاوده حياك الله شيخ الله يحييك شرفنا الله يسلمك الله يحييك من يا رب الله يحييك ويعود علينا وعليكم وعلى المشاهدين جميعا ودولنا ولات امورنا بخير وعافيه. اشكرك الأستاذ عصام على هذه الاستضافه واشكر وزاره الاعلام وفريق العمل جميعا. والشكر لك على وجودك تلبية الدعوه شيخ الله يسلمك. سلام. يعني العيد فرحه مثل ما يقولون نعم. يعني بالفعل وبالتالي نعم. من المهم اليوم ان ان نتعلم كيف نشيع الفرح يعني خصوصا من خلال هذه نعم. المناسبه شيخ نعم. نعم احنا بنبتدي من الفرد نفسه على المستوى الفردي اليوم انت كيف تعزز مشاعر الفرح في ذاتك اليوم في نفسك؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قضيه تعزيز فرحه العيد في نفس الانسان نفسه وكما نقول في قناعاته وفي وجدانه ان يتامل ما حباه الله سبحانه وتعالى من الفضل والنعمه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فاولا المؤمن يفرح لان الله سبحانه وتعالى اختاره لان يكون مؤمن مسلم وجعل له هذه الشعيره العظيمه التي هي من اعظم شعائر الاسلام وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فسبحان الله لا تجد دينا يامر بالفرح ويجعله من شعائر الدين وينهى عن تضييعه من غير اقامه حقوقه وواجباته مثل الاسلام. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: بعثت بالحنيفيه السمحه. هي حنيفيه مستقيمة في اعتقادها وفيها كميه سماحه من تامل الشريعه الاسلاميه يجد فيها هذه السماحه، فالانسان لو تامل نعمه الله عليه سبحانه وتعالى ان الله اختار لي هذا الدين السمح الذي من شعائره ولوازمه ومظاهره اظهار الفرح والسرور ومع هذا يستشعر الانسان انا اليوم هنا في البحرين مع اهلي ومجتمعي وبلدي ترى في مثل هذه الايام هناك نفوس مؤمنه في اقصى الشرق تعاني تعاني واخرى تعالج نفسها للوصول لفرح العيد وكذلك في اقصى الغرب وكذلك في دول المسلمين في مختلف ارجائها وأنهائها تجد فيهم من يعاني ويعالج يومه ليفرح وأنت اليوم مطمئن ساكن حامل رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه النعمة بالله هي فرصة أيضا للشعور بالآخرين أنا أشعر بألمي الآخر وكما في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فأنا اليوم أتألم له وأفرح لنعمة الله عليه وهذا من أكبر الدوافع للانسان بان يكون حاملا شاكرا مستغلا هذه الشعور للآخرين ايضا هو مدعاه للسعاده نعم شيخ نعم شيخ ايضا لرب الاسره دور ايضا في اشاعه الفرح في المنزل نعم صحيح؟ صحيح نعم هذه الشعيره العظيمه شعيره العيد لابد ان نتعاطى معها كما بل وافضل مما نتعاطى مع المناسبات الاخرى اليوم كثير منا عنده مناسبات تخرج عزيمه ولادة اللي يكون مم. نجد قبلها استعداد وتجهيز وتوزيع مسؤوليات مم. يا فلان أنت عليك هذه المسؤولية وفلان على هذه المسؤولية ترى فرحة العيد فرحة أعظم لا يحدها قطر في الأرض ويعمها زمان واحد فلا بد من استشعار هذا المعنى وهنا وفي هذا المنبر أوجه شكري مم. للأسر والبيوتات التي تعتنى بهذه الشعيرة. فاحنا نشوف بعض البيوت تجد في رب الاسره او ربة البيت معتادين تنسيق اجتماعات العيد وفرحة العيد ولمة الاهل وهذا امر عظيم يؤجرون عليه اذا ناووا الاجر عند الله سبحانه وتعالى. امر ثاني قد تكون بعض الاسر فيها نوع خلينا نقول برود اجتماعي. هذا البرود الاجتماعي ترى يمكن طرده بامور ان تواجه المسؤوليات تقول انت انا يا عصام راح اجهز هذا الامر وانت يا عبد العزيز تجهز هذا الامر فبتكاتف وتعاون وقليل من هنا وقليل من هنا يبارك الله عز وجل في هذا القليل فالبركه كما يقولون في القليل لكن المهم الا يمضي نعم. هذا العيد كسائر الايام أرقاد الضحى ولا أرقاد النهار صحيح. وسهر اخر الليل وتضييع لما افترض الله سبحانه وتعالى لا ينبغي ان يكون عيد المسلم مثل هذه الايام نعم. شيخ يعني ايضا يعني للفرح اسباب ومن اسباب الفرح تنقيه الاجواء من الخلافات والمشاحنات وانا اعتقد ان يعني الاعياد بشكل عام هي مناسبه يجب ان تستثمر حقيقه في تنقيه الاجواء من اي خلاف طبعا وهذه اكيد مدعاة للسعاده شيخ طبعا تنقيه الاجواء من الخلاف من ركائز الحياه السعيده بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابه يخرج رجل من أهل الجنة فالصحابة قالوا يعني من هل المحظوظ الذي بشر بالجنة نعم فيقول واحد من الصحابة راقبته فأصابه الفضول والطمع في الخير حتى يعرف ما الذي يعمله هذا, الانس هذا الانسان لينال هذا الاجر. فراح بات عنده في البيت يوم يومين ثلاثه فوجده يعني ما عنده عمل زايد. فقال له يا فلان صراحة ترى أنا جيت توابات عندك أبى أعرف إيش عملك وما رأيت عندك مزيد عمل قال ترى أنا ما عندي شيء لكن بما أنك سألتني ترى أنا ما أنام الليل إلا وقلبي سليم على المسلمين الله فشوف هذا جعله سبب لأن يبشر في الجنة وهو يمشي على وجه الأرض وهنا أخي الأستاذ عصام نجد ملاحظتين مهمات الملاحظة الأولى كثير من الناس فيه حساسية من البشر ينجرح منك لأدنى كلمة نعم أو يتأثر بنظرة أو يبني أفكار على موقف حصل نعم يمكن أنا حينما صدرت مني الكلمة أو الموقف أو النظرة كنت مشغول الذهن كنت شارد البال فتطلع مني كلمة غير مقصودة لا تكن صاحب حساسية عالية حساسية من البشر توجب عليك الانطوائيه الاجتماعيه كما يقولون بعض الناس صار مرعب مكان ما يروح حاسبوا لا تتكلمون لا تضحكون لا تطالعون ليش؟ لان يمكن هذا الانسان ياخذ هذا الموقف ويفسره ويحمله ما لا يحتمل وانت حياتك ايها الانسان كما قال العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال حياتك قصيره لا تزاحمها بالاكدار ترى انت تستحق ان تعيش مطمئنا سعيدا فلا تجعل عوائق في حياتك تمنعك من هذا لا يا اخي ربما اخطا في العباره بسامحه ما خطا في دين ما خطا في عرضي ما خطا في كذا ومن جميل العبارات عباره ان اكثر الخلافات سببها اما سوء التعبير او سوء الفهم يمكن الانسان ما عبر التعبير الصحيح فسبب له اشكال انسان ما احسن الظن الصحيح فحصل الاشكال فهذه يمكن لو تحط هذه القاعده يمكن سبعين 70% من الخلافات. <applause> شيخ كلمه جدا مهمه. الحياه قصيره فلا تزاحم حياتك بالاكدار بالاكدار نعم يعني شيخ ايضا يعني من اسباب الفرح التواصل، التواصل ها مع ها الارحام، مع الاقارب، مع الاصدقاء. ف من خلال مناسبه عيد الاضحى يعني اهم اشكال التواصل اللي يمكن اليوم ان احنا طبعا آه نقوم بها آه خلال هذه المناسبه. التواصل أولاً رب رب العالمين سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام وصلة الخير وأهله. الأمر بالصلة الشيخ سمح يعني التواصل احنا نتكلم عن طبعاً أكيد التواصل المباشر مو بالتواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح أنا أحب <applause> <applause> آه هذا الأمر بالصلة عام ما <applause> قال لك صلهم بالزيارة ما قال لك صلهم بالتلفون صلهم بالسفر هي أمر عام فتجد من استطعت أن تزوره في مكانه مثلا يكون إنسان قريب منك من أهلك وأقربائك تصلهم في بيتهم ونحو ذلك هذا مطلوب شرعا والله الإنسان عنده ظروف وأهله في مكان بعيد فترى التلفون موجود إنسان ربما لا يجد مالا وأهله أبعاد فيكتفي بالتلفون واحد م. ثاني والله عنده فراغ وعنده مال يكفي لا والله الشرع لا يمنعك من أن تأخذ طائرة وتسافر لأهلك وتصل الرحم تزور الأخت وتزور الأخ والعمام والأخوان والخوال والآباء فهذه الصلة أمرها عظيم وأمرها جليل حتى الله سبحانه وتعالى لما قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال جماعة من أهل التفسير واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها وتتم لهذا الأمر قد تقطع الأرحام مثل ما كنا في المحور السابق نعم. بسبب سوء فهم بعض الناس يصير عنده حساسية لا لابد أن يعتذر مني وينكسر نعم. لا يا أخي اقبل من صديقك من قريبك من أسرتك نعم. اقبل ابتسامة صادقة نعم. أحسنت كلمة صافية اقبل منه يا أخي لو أتاك لبيتك وسلم نعم. لا تقول ليش يا ترى هو ما يبي منك شيء نعم. يبي الابتسامة ترى أحيانا الاعتذار يخرج بصوره وضع يد على الظهر هكذا شلونك فلان صحيح اقبل الاعتذار لا تتكبر نعم ولا تعاند لا لازم ينكسر ويعتذر لا يا اخي نحن مهما كان كما قلنا في حياه قصيره لا مجال لتطويلها بهذه السفاهات نعم ايضا من اسباب الفرح شيخ تقديم المساعده للمحتاج نعم وانا اعتقد ايضا ان مناسبه العيد بشكل عام وعيد الاضحى تحديدا يعني مناسبة أيضا يجب أن نزيد فيها من جرعة المساعدات يعني بقدر الاستطاعة طبعا حتى أيضا نزيد من جرعة الفرح نعم هذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم سلسل. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه إذا أنا هني في البحرين ما أحس بألم أخي في الأقطار الأخرى من الدول الإسلامية فما فائدة رابطة الإيمان التي في قلبي وقلبه بل يذكر شيخ الاسلام تقي الدين رحمه الله تعالى يقول ترى المؤمن للمؤمن كاليد والعين فاذا تالمت تالمت اليد بكت العين لاجلها واذا بكت العين مسحت اليد دمعتها هكذا المسلم هكذا المسلم اذا هو تعثر انا اكمله بكره انا اتعثر اشعر بان لي ظهر وسند وهذا مما يقوي روابط الايمان انا اليوم في البحرين باشر لا اروح شرق اسيا او نعم. غرب افريقيا او غرب نعم. اوروبا اجد من سيقف معي نعم. ويحب لي الخير كما يحبه لنفسه نعم شيخ نختم بحدث ملهم او يعني قصه ملهمه يعني في 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 دقيقه شيخ نعم. آه يعني مرتبطه بفرحه العيد والله هناك قصه وواقع ما زال يتكرر ولا ينقضي منه العجب الصراحه والذي قام بهذه الفكره لا. شخص ما نقول عالم انسان طبيعي مسلم محب شاف ظاهره استعداد كثير من الاسر مثلا يقول لك عيد ميلاد عيد ما ايش عيد ام الى اخره من هذا الكلام والامور الجديده هذه فراى العيال ينتظرون عيد الميلاد على قولاتهم وعيد كذا فقال الحين عيدنا اهل الاسلام هو العيد الصحيح المعتبر ليش ما نخلي فرحتهم في هذا اليوم كالفرحه في ذلك اليوم واكثر فصاروا يعني يحتفظون بهدايا الأطفال ومفاجآتهم والعيادي ليوم العيد فيصير يوم فرح يسوون كرنفال متكامل للأسرة يدعون الجيران والأصحاب والمعارف يبون عيالهم يحتفلون كلهم في هذا العيد فصاروا الأبناء بدل ما كانوا ينتظرون على عيد الميلاد صاروا ينتظرون هذا اليوم العيد الشرعي الإسلامي حتى يظهروا فيه الفرح والسرور وتنبيه بعد اخير نعم سمعت احد الفضلاء يقول يقول ليش على وراثكم في عيد الميلاد تحط صورك في عيد ادري ايش عيد الحب تحط صورة الدبدوب الاحمر ولا كذا زين <applause> <applause> ولا يوم العيد نشرت في الواتساب ان لنا احبابا في القبور ليش يعني ما يا القبور والموت الا في يوم العيد الاسلامي فينبغي الاسلام لا يعني يكون عنده تامل شوي صحيح. هذا هو العيد الشرعي يا خلي يطلعون لك هذه الامور في مناسباتك هذه اللي ما عليه دليل لكن هذه شعيره من شعائر الله اروح اكدر نفسي واكدر الاخرين بل نحمد الله على النعم ونفرح ومن رحل فانما رحل الى رب عظيم حليم غفور كريم فبهذا تنضبط الامور أحسنت. ونخرج من هذا التناقض أحسنت. أحسنت اذا في التواصل فرح في العطاء فرح في استشعار النعم اللي الله سبحانه وتعالى وهبنا اياها ايضا فرح <applause> نسال الله لكم الفرح شيخ ما قصرت ومن باب التذكير الحياه قصيره فلا تزاحمها بالهموم والاكدار والهموم نعم والاكدار نعم, 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 شيخ بارك الله فيك ما قصرت الله يحفظك ابد الله يبارك فيك انا اشكرك استاذ عصام على هذه الاستضافه الله واشكر تلفزيون البحرين وفريق العمل جميعا واسال الله عز وجل ان يعيد علينا اللهم عز. هذه المناسبات نحن اللهم. وولاه امرنا والمسلمين جميعا وأنهم بخير وعافيه وامن وايمان. فضيله الشيخ عبد العزيز عادل المعاوده بالغ الشكر لك. ابدا الله يبارك فيك شكرا. مشاهدينا القدوع من ايام الطيبين لليوم جزء مهم في العيد واكيد ما يخفى عليكم الانواع والاصناف المختلفه وخاصه مع تفنن اصحاب المشاريع في تقديمه خلونا نشوف نموذج من قدوع العيد في التقرير الرنجينا ومن منا ما يحب الرنجينا هذه النوع من الحلويات اللي يعشقونها اهل الخليج وخاصه في فصل الصيف لان الموسم اللي يبتدي يستوي فيه الرطب ولان دولنا الخليجيه معروفه بانتشار اشجار النخيل فكانوا الاجداد معتادين على تحضيرها وتناولها مع القهوه الممزوجه بالهيل في فتره ما بعد الظهر خلونا نشوف معاكم الخطوات اللي يمر فيها طبق الرنجينه وصولا الى شكله النهائي ويبقى هالطبق محفور في ذاكره الكثير من الاسر البحرينيه والخليجيه اللي كانوا وما زالوا يتلذذون بتناولها في لمة الاهل والاصدقاء في الاعياد وفي كل المناسبات ومو بس الرنجينه حتى الخنفروش مهم وايد في قدوع العيد ويعتبر من الاكلات الشعبيه المرغوبه بشكل كبير في البحرين والخليج العربي تختلف العادات والتقاليد من بلد لآخر ولكل منهم عادات وأسلوب معين يقضون فيه العيد وللحديث والتعرف على بعض من العادات والتقاليد المختلفة في البلدان تنضم لنا عبر الزوم من دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد من إمارة دبي رائدة الأعمال الأردنية الأستاذة إيفا هل سعيد مبارك أستاذة كل عام بخير كل عام كل عام وانتم بألف خير عصام واسماء شو هالالوان الحلوه في بهجه وعيونك عيونك الحلوه عيونك الحلوه والله غير شكل يعني عن جد العيون العيون الحلوه يعني تشوف كل شيء حلو في الحياه وهذه انعكاس حق جمالك آه. شي وانعكاس حتى حق الحلو اللي انت لنا يعني الله يسعدكم كل الله يسعدكم. عام وانتم بالف خير وكل عام كل الوطن العربي كل حدا بسمع الله اللهم آمين، أستاذة إيفا يعني أنت مواطنة أردنية وانتقلتي للعيش طبعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في إمارة دبي. ثقافة الطعام وخصوصًا المرتبطة بمناسبة العيد اختلفت عليك سادة وإذا كانت يعني مختلفة أو اختلفت كيف تكيفتي؟ هلا ثقافة الطعام جبناها معنا من الأردن. من جداتنا وامهاتنا لا. صراحه ما اختلفت ما في احلى من لمة يوم العيد يعني على الاغلب الاعياد يا منجيب الجده والتيته هون بنحاول مع الاولاد بيقضوا العيد معنا او احنا منروح لعندهم طبعا لمة العيله هي اهم شيء بالعيد ولو ما توفانا الاصحاب بدبي هم عائلتنا بتكون عائلة جديده بهالبلد لا. الحلوه بتصيروا عيلتك واهلك بتحتفل معهم صحيح. ما في احلى من العيد مع لمه الناس اكيد طبعا مع هالروح الحلوه استاذه انا بنتي كلمي شوي عن غدا العيد طبعا يختلف عن الغدا اليومي اللي المعتاد اللي احنا مسعودين عليه كل يوم شنو اكثر شيء يميز غدا العيد غدا العيد بالنسبه لنا الاردنيه وخاصه انا كركيه لازم منسف المنسف الاردني والبياض بنبلش طبعا نذبح الاضاحي وبنوزع على الجيران ومنوزع المعمولات والاشياء الطيبه وغدا العيد بكون صدر منسف كبير مع الجميد اللي لونه ابيض ما في اطيب من هيك طبعا الاطفال بصيروا حوالينا بدهم العيديه والصراخ والدنيا والحاله فما في اجمل من هاي وكمان بميز العيد انه قبل بيوم او يومين بيجتمعوا هالجارات وهالصحبات مع بعض بنقشوا هالمعمولات اللي الله. او بيعملوا كعكات العيد واهم شيء انا بالنسبه لي تعلمته من جداتي هو خبز العيد هذا الخبز اللي بنحطه معنا على الغداء او على الصور مع شنو اللي يميزه؟ هذا الله على هالريحه، شو لا لا تسوي كذي الله يسلمك ارحموا قوما يعني في يانسون معمول بزيت الزيتون ميزته خلص تعودنا من ايام واحنا صغار الامهات وجداتنا بيعملوه حتى نفطر فيه الصبحيه تبعت العيد بتجمع كل العيله ومنغمس فيه اللبنه والزعتر والمكدوس او بكون عندنا حليب سخن بنغطه بالحليب السخن. سدايفا طبعا هالنوع من الخبز يعني اكيد له ريحه مميزه، كلمينا عن ريحه الخبز. جدا. <applause> ريحه الخبز كلها يانسون وعطور حب وعزمه ايدين الماما ونكهه حنيه ما في زيها. الله. شو بدي اقول لك؟ هذه هذه سر الخلطه. هذه سر الخلطه. طبعا طبعا طبعا. طبعًا. أنت تكلمت عن جانب طبعا. مهم يعني طبعا. أيضا، يعني جانب المشاعر المرتبطة بهذه المناسبة نعم. واللي تترجم أيضا من خلال نعم. الطعام طبعا أكيد أستاذة إيفا يعني هل يختلف فطور العيد في الدول العربية بشكل كبير يعني بينها وبين هل بعضها؟ هلا بلاد الشام بتشابهوا كثير بطبيعة الفطور، اللبنة، الزيت والزعتر، المنقوشة، نعم. يعني تشابه بيننا هلا بالاردن بالذات عندنا الحمص والفول والفلافل والزيت والزعتر واللبنه والجبنه البلديه هاي شيء اساسي بالفطور هلا هون بدولتي الحبيبه الامارات تعلمت البلاليط تعلمت الله. ثانيه شو رايك في البلاليط يعني... بذمتك استاذه ايفا شو رايك في البلاليط والله أحب. والله احبها طيبه كثير طيبه غريبة يعني اول اه اه عن جد بس الحلو انه هلا كل الشعوب العربيه زي بليند توجذر كيف بدي اقول لك تجانسوا يعني بحبوا يذوقوا من بعض وصارت الثقافات كلها مندمجه بطريقه كثير حلوه وروح كثير حلوه. استاذه تكلمتي <applause> عن اجواء العيد واختلافها عن باقي الايام أه وتكلمتي عن الاجواء في الاردن والاجواء في دبي. أه شنو الاختلافات او ال ال الاشياء اللي تجمع ما بين البلدان العربية بالذات في عيد الأضحى الإشي الحلو اللي بيجمع فينا بكل البلدان العربية إنه لمة العيلة هاي اللمة اللي ما إلها ثمن والبلدان العربية دائما عندهم هاي الأواصر للجد والجدة والأخت والأخت يعني ما بتلاقيها بالدول الاخرى، بس بدولنا العربيه كان بدبي، بالاردن، بالبحرين، بالامارات، بالسعوديه، بتحسي اهم شيء بالاول خاصه ناخذ العيله ونروح على الجد والجده، اول شيء لازم نزور العيله الكبيره ونعيد ونبوس راسهم، طبعا الاولاد الصغار بركضوا مشان العيديه، يا العيديه لهم. <applause> 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 هذا لا يعوض، وأنا بصراحة صحيح زي الترابط العائلي اللي بدولنا العربية ما شفته بأي شيء بالعالم. نعم <applause> <applause> أنت تكلمت عن هذا هو نعم، أستاذة إذا تكلمت عن الترابط العائلي الآن، أنا خليني أسأل آه. سؤال يحاكي يعني ما تفضلتي به. هل <applause> هل ممكن أنه يكون عندنا طعام هجين يعني بمعنى يعني إحنا أتكلم عن الأطعمة العربية يعني يعني مثلا خليط بين المكبوس والمنسف هل ممكن هل صار في شيء كذي استاذه هلا ما فيك تخلص المكبوس مع المنسف بس المكبوس لا كمثال يعني في اشياء عم تحتمل عمل. تحتمل ان نخلطها يعني مع بعض مثلا لا انا بقول الاذواق تجانست لكن اصول الطبخه بتضل زي ما هي لجذورها لكن أذواقنا الناس نتقبل احنا المكبوس ونشتهيه ونحب نطبخه ونتعلمه زي ما الست البحرينيه الست الاماراتيه الست السعوديه صارت تعرف <applause> يعني أقول, اقول لك شغله اقول لك شغله استاذه ايفا يعني آه. مثلًا, الباستا آه. مثلا الباستا مثلا الباستا مثلا الحين احنا عندنا عندنا آه. مطعم معين في البحرين يخلي فيها هيل ودارسين آه. وطيبه خرافية أنا بآمن أنا بآمن بكل شيء ضل على طعمه الأصلي ما في أحلى من الإشي الأصلي صحيح أنا أتفق معك أستاذة إيفا في كثير اجتهادات بس أنا بحب الأشياء صحيح الأصلية ودائما في مثل بقول أعطي الخبز ننتقل من الموالح للأشياء الجميلة اللي حولك نبي نتعرف عليها شنو من اي مطبخ؟ شنو المكونات اللي فيها؟ بدون سر الخلطه <applause> أه هدول حلويات العيد، طبعا حلويات العيد كل ست بيت بتشتهر، بس كنا جميعا خاصة ببلاد الشام بنشتهر بالمعمول، والمعمول الحلو فيه هو لمة الستات والجيران والبنات، كنا ونقعد ننقش حبة حبة، بكون فيه هذا جوز عندك هون فستق حلبي وهون انا هاي اختراعي اللي هي عباره عن غريبه بالفستق الحلبي وجواها اذا بتفتحيها شو في محشيه بالتمر اوكي أي. هذا اجتهاد خاص مني بس كل الحلويات اللي موجوده قدامك ممكن تتوفر بكل بيت وممكن نعم. يجتهدوا بشيء ثاني غير يعني خاصه في مثلا اهل العراق بيعملوا الكليشه الكليشه بحطوا عليها هير نعم آه عندنا هون بالامارات بيعملوا حلويات مختلفه ثانيه وهكذا بس إجمالاً الحلويات العربيه الكل بحبها اكيد نعم رائده الاعمال الاردنيه الاستاذه ايفا هلسه كل الشكر والتقدير وعليك بالعافيه ساذة. شكرا لك شكرا لك الله يخليك كل عام وانتم بالف خير وانتم الشكر لكم لكل حدا بسمعنا الله نجيب نتمنى هداف البال للجميع شكرا شكرا لك سادة جيل بعد جيل يتوارث لبس العباية الخليجية اللي مرت بمراحل مختلفة وتعددت أشكالها ومؤخرا الوانها وشفنا نماذج كثيره تجمع ما بين الاصاله والاناقه بتصاميم تواكب الموضه والاذواق المتعدده في المجتمع بنتكلم في هالفقره عن خط من خطوط العبايات الموجوده في الاسواق اليوم واللي نقدر نقول عنها الجاكيت عبايه مع مصممه العبايات زهراء علي عيدك مبارك وعساك من عواده عساكم من العايدين السعيدين تشرفت باستضافتكم نورتينا زهراء اليوم نبي نتكلم شوي عن تصاميمك اكثر مثل ما نشوف ان اغلب التصاميم فيها الجاكيت عبايه او تصميم الجاكيت عبايه شنو اللي اخذتيه معك من العبايه التقليديه واضفتي الى تصاميمك احنا ركزنا في هذا الخط اللي سميناه بلاك باي زهره لاين او اللي هو اساسه الجاكيت سات الرسميه واخذنا وركزنا عليه من الاشياء التقليديه وهو الاساس بالنسبه لنا في خطوطنا في التصميم هي الحشمه نعم. زين وهذا الشيء يلتزم فيه طبعا جميع مجتمعاتنا العربيه فهذا الشيء الاكثر شيء ركزنا عليه وبالاضافه الى ذلك ركزنا شلون ممكن ان تكون الخامات خفيفه وتتناسب الاجواء في الخليج العربي بالخصوص. نعم، زهره اليوم البنت صارت تهتم في اللبس اللي تحت العبايه كثر ما تهتم في اختيارها بالعبايه، شنو الاساسيات الصحيحه اللي اذا جيت بختار اللبس اللي تحت العبايه اكون راضيه عن اللوك النهائي؟ إحنا دائمًا يعني ننصح إن نختار الألوان المتناسبة مع لون الجاكيت أو مع لون العباية. نعم. فمثلًا ممكن إذا لابس لون غامق تبين تعطينا شوي توازن في الألوان فتأخذين لون أفتح منه أو اللون اللي نقول عنه يعني خلينا نقول في السيف سايد اللون البلاك نعم. اللون الأسود تحت العباية فل لون أسود بس لو العباية كانت جدًا بسيطة ممكن تضيفين لون مثلًا لون فاقع ولا لون غريب بحيث إنها تعطين شكل عام، وطبعا هذا يختلف على من شخصيه لشخصيه نعم. وطبعا ننصح بالالوان الحياديه تحت تحت العبايه ويهمنا اكيد إن ما تكون طبقات بحيث انها تعطي وزن زائد كشكل عام وعلى حسب شكل الجسم بعد اتوقع بالضبط نعم. بالضبط، فتكون بشكل مرتب وتكون دائما أكثر من العبايه بشوي بحيث انه يبين الشكل جدا مرتب. حلو طبعا كل عبايه تعكس شخصيه صاحبتها مثل ما قلتي زهره. اليوم الخامه وايد جزء مهم في العبايه، تحدد حتى سعر العبايه شكلها اسلوب العبايه او حتى مكان اللبس اللي بلبس فيه العبايه. شنو الخصائص او المميزات اللي تعطي اللمسه الخاصه بالعبايه؟ فعلا يعني خلينا نقول ان مجال الخامات مجال جدا جدا واسع لازلنا نتعلم ونتجرب فيه نعم. آه فالاقمشه مثلا اللي نقول عنها فخمه واللي معروفه في السوق اللي هي مثلا الحرير مثلا واللي هي تكون يعني كل ما كانت جودتها عاليه واعلى يكون مثلا آه حساس اكثر، نعم. مثلا في بعض الاقمشه مثل الكتان اللي هي اللينن نسميه في العرف واللي هو يكون عضوي واللي يكون فيه انواع معينه، يتميز بخواصه اللي يكون مريح في اللبس آه عملي، فيعتمد على المناسبه اللي انت راح تلبسين فيها العبايه نعم. عشان تختارين نوعيه القماش، فننصح مثلا في الحرير للمناسبات مثل العيد، نعم آه ومثلا الاشياء العمليه والرسميه ممكن نقول اللينن خفيف ومناسب مع أجواءنا قصة مثلا الخام الجاكيت مثلا للاشياء الرسميه مثلا مقابله عمل مقابله وظيفه يعني هذا راح بتكون مناسبه فعلا شكل الجسم مش كثير يتحكم في اختيار العبايه او حتى اللون في بعض المرات اتوقع انه ممكن ياثر في عمليه اختيار العبايه بشكل صحيح بالضبط يعني في مثلا الاطوال تختلف في بعض التصاميم ما تناسب مثلا لطول معين نعم. وتناسب للي اطول منها فمهم ان كل شخص يبحث خلينا نقول على الشيء اللي يناسبه قبل ما انه يختار العبايه المناسبه. آه العباية الجاكيت آه المميز فيها انها تناسب اغلب الاجسام نعم. والحلو فيها بعد والشيء اللي احنا نحبه دائما انها تضعف فلانها تعطي شكل, <تصفيق> <تصفيق> تعطي شكل دائما بالخصر فدائما تعطي شكل اضعف نعم اليوم زهره عندنا مجموعه من العبايات في الاستديو فخلنا نبتدي بالعبايه الاولى واللي هي البيضه كلمينا عنهم اكثر آه هذه العبايه limited edition نعم. آه ولا زالت للان ما, ما نزلناها في السوق للحين آه السبب قماشها ياباني خام خصيصا مستورد حق علامتنا التجاريه زهره لاين وهذا القماش يتميز بكونه يعني لون اللؤلؤي خلينا نقول مو الابيض ولا ولا البيج آه مناسب لمناسبه مثل العيد ولا مثل عروس آه والله يعني جدا بيكون مناسب آه. انا اللي لفتني زهره الزرار او درجت شلون اندمج مع اللون اللؤلؤي حلو ان انت دمجتي هذه الثقافه ما بين العبايه والشيء الرسمي، كلمينا عن هذه التفاصيل اكثر لان اتوقع اليوم البنات وايد يركزون في التفاصيل وانت حرصتي على تواجدها في تصاميمك. بالضبط، انا يعني من اول ما بديت وانا اركز على الازرار جدا يعني متعلقه نعم. فيهم واحاول ان اقتني بعض الاشياء اللي تكون خاصه فينا تكون مو متواجده او متفرده في السوق. نعم. فدائما نركز عليها في التصاميم مو بس الأزرة يعني حتى لو تلاحظين طريقه القصه صحيح. شلون الكت حتى ملتها. الخام نفس إيه؟ ما ذكرتي قبل شوي فاحنا الحمد لله تميزنا بالتصميم وتميزنا في في الانتاج انتاج نعم. التصميم نفسه ف يعني الجدير بالذكر ان عبايات الجاكيت تختلف عن اي عبايه ثانيه نعم. وهذا الشيء اللي يميزها فاللي صمم العباية العادية مو نفس اللي صمم العباية الجاكيت نعم. فهو يكون شخص مختص ويكون يعرف في تفاصيل المقاسات حتى احنا لما نطلب من زبونتنا مقاسات حق العباية الجاكيت نطلب منها مقاسات أكثر نعم. وليش؟ عشان تكون خاصة ومرتبة و... عليها نعم. بالضبط نشوف العباية اللي بعدها فيها تفاصيل بعد ودمجتي لونين مع بعض وحبيت درجة البيج شلون لبشتيها مع الأسود كلمينا عنها هذه يعني العباية من أول ما بدينا اللاين هي أول عباية عندنا ولا زالت البستلر والميلي. جميلة ما شاء الله آه يعني ما اعرف شنو اقول عنها بالضبط لكن هذا الكونتراست اللي بين اللونين زين خلاها قطعه مميزه فعلا و... وتميزنا بهذا اللاين اللي يكون كانه بليزر تحته كانها دبل بس هي قطعة واحدة قطعة واحدة إيه. نعم فهي شيء مقارب مثل العباية اللي انا لابستها تقريبا كانها كانش لابسة قطعتين بس في الحقيقة هي قطعة واحدة وحبيت تفاوت الالوان اذا المخرج بس يركز على الستايل اللي مسويته المصممة اليوم تفاوت الالوان مع انه يمكن من عائلة واحدة بالضبط ولكن التدرجات هذه شلون البنت تضبط هذه التدرجات عشان تطلع بهذا المظهر الانيق يعني مثلا على سبيل المثال في قاعده نعم. الناس تظن مثلا لون العبايه لازم يكون بالضبط مثل لون الشيله نعم. وهالشيء يعني لا ليش لان كل تون وكل لون في الجسم يختلف من شخص للثاني نعم. وممكن هاي اللون يناسبني ويمكن اللون ما يناسبش فلازم نختار اللون الاقرب فمثلا لو تلاحظين الشيلتي اليوم اغمق شوي من لون نعم صحيح لان هي بتكون انسب مع ملامح وجهي. نعم. <تصفيق> <تصفيق> على طاري الالوان، زهره اليوم تعددت الالوان في عالم العبايات وحتى البنات اللي ما كانوا يلبسون عبايات اليوم صاروا يحبون يلبسون العبايه بسبب هذا التنوع. نبي نتكلم اكثر عن سوق العبايات، هل انتعش من بعد هذه الخطوه في عالم العبايات؟ وهو أمانةً سوق العبايات ما تحسينه مات فترة نعم. رجع لأن ما شاء الله الناس قامت تلبس أكثر وأكثر وفعلاً حتى اللي مو متحجبة تلبس وحتى الأجنبية تلبس صحيح. فصار الكل يبي يجرب هذه التجربة تجربة العباية وصارت ثقافة جديدة على المجتمع صارت نعم. الناس تحبها وفعلا بسبب الالوان خلينا نقول بسبب خفه القماش بسبب تنوعها وصار في حتى المفاهيم حق العبايه وتصاميمها تختلف فلازم بتلاقين شيء في السوق مثل ذوقك ويناسب ذوقك. آه فانا اشوف يعني برايي ان فعلا السوق الحين في ذروته وان في فعلا تنوع كبير في المصممات تصميم العبايات. مثل ما قلتي ان اليوم صار في ثقافة مختلفة حق العباية وصار في اشخاص وايد ما كانوا اصلا في ثقافتهم العباية موجودة وصارت اليوم موجودة في ثقافتهم، نبي نتكلم عن اتيكيت لبس العباية او حلو. القواعد الصحيحة للبس إيه؟ العباية. القواعد الصحيحة، خلينا نقول انه يعني ما في قواعد لا. ولكن على سبيل المثال لو كانت عباية باكمام واسعة مو حلو نروح فيها مثلا مكان يكون فيه مثلا اكلات راح تدخل فيه الاكل ولا شيء، مثلا طول العبايه بعد مهم، يعني انا راح البس كعب للعبايه الطويله، وبلبس مثلا حذاء رياضي مثلا للعبايه اللي شوي اقصر. الحين الحمد لله وصلنا الى موضه اللي العبايه بالطول المعتدل، نعم. وصاروا الناس يتقبلون الطول اللي شويه اطول من المعتاد على فلات خلينا نقول الشوز الفلات. فصارت خلينا نقول هذا الرائج حاليا في السوق. إيه؟ اليوم زهره براند بحريني تمثلين البحرين او الفكر البحريني في عالم العبايات والتصميم، الى اي مدى مهم ان كل مصممه تصنع لها لاين متميز او تصنع لها بصمه في هذا العالم المليء يمكن والمليء بالمنافسه؟ بالضبط. نقدر نقول عنه. بالضبط يعني جدا الحين اليوم في 2023 المنافسه جدا شديده نعم. في السوق وكل يوم يمكن تشوفين بزنس جديد يفتح صحيح. للعبايات شنو اللي يميز هذا المشروع عن هذا المشروع المفهوم لقصه البزنس نفسه فقصتنا احنا في زهره لاين بكل بساطه ان احنا نوفر ملابس عمليه ومريحه في نفس الوقت للبنت العربيه نعم اوكي فهذا اللي ركزنا عليه فرمزنا لها باللبؤه آه، 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 ظهرنا شكل اللبؤه كرمز او لعلامتنا التجاريه فشيء حلو ان لما نبدي اي علامه تجاريه نبديها بقصه فاحنا عندنا قصه نعم. واحنا نحكي لكم قصتنا وقصه وقصه زهره لاين هي قصتي وقصتك وقصه اي وحده تبي نعم. تلبس ملابس حلوه في نفس الوقت عمليه نعم. فهذا اللي احنا نوصله دائما لجمهورنا فلما احنا نبدي نبدي دائما بالمفهوم ونبدي بفكره التصميم نفسه فدائما قبل اي كولكشن او كل مجموعه دائما نركز على شنو قصتنا من هذا هذه المجموعه، فمثلا قصتنا الاخيره كانت الهام من جدتي مثلا، نعم. فانا استلهمت من هالجمال ونفذته في تصاميمي، وهذا اللي يميز التص... تصميمي عن تصميم شخص ثاني، التفاصيل والقصه، وطبعا يمكن اطولت في الحديث لا لكن بالعكس استمتعنا إيه لأن إيه زهره اليوم انت قاعده تبين ان اهميه التميز واهميه ان كل مصممه تعكس جزء من شخصيتها وان يكون عندها نظره اوسع آه للزبونه اللي هي راح تلبس القطعه ف يمكن وايد بنات اليوم داشين في عالم التصاميم يستفو يستفيدون من هذه النصائح المهمة. أو شيء مهم إن إحنا لما نبدي دائما تكونين المديرة والمصممة والمنفذة واللي تاي فدائما يكون هذا التعدد غير مفيد حق البزنس نفسه، فاحنا الحمد لله في زهره لاين عندنا الكرييتف دايركتور، عندنا المصورين وعندنا التنفيذ متكامل. فريق متكامل نعم. يعني انا وراء يعني علامه تجاريه كامله نعم. مختص كل شخص مختص في عمله ويتقنه، فانا اقدم التصميم شخص غيري يقدم التصوير وشخص ثاني يقدم تنفيذ المنتج نفسه، فهذا التخصص نفسه نعم. يميز البراند جميل. وطبعا كل شخص اللي يطمح للعالميه ويطمح انه يكون اسم معروف في يعني عالمنا والتنافس مثل ما قلنا لابد انه ينظر الى التفاصيل ويركز عليها جميل طبعا هذه شيء لمسناه من خلال تصاميمك اللي موجوده معنا اليوم ودائما احنا مواكبين لاخر تصاميمك اللي دائما ما شاء الله تبهرنا بجمالها ودقه تفاصيلها تسلمين والله ده. مصممة الأزياء وصاحبة مشروع زهرة لاين زهرة علي كل الشكر لك ونورتينا <نقصدق> <applause> <applause> العفو حبيبتي وأنا أسعدني اللقاء جداً <تصفيق> شكراً, <تصفيق> شكراً مشاهدينا يرتبط العيد دائما بصورنا التذكاريه اللي نصورها، صور كشخه العيد وصورنا مع العائله والصور الجميله اللي كانت ترتبط بشكل اساسي بمشوارنا للاستديو عشان الصوره المطبوعه اللي بنحتفظ فيها في البوم العائله، خلونا نسترجع الذكريات في هذا التقرير. تذكرون ايام زمان؟ لما كانت كشخه العيد لازم تتوثق ولما كانت ستاره صاله البيت هي الخلفيه لما كان الورد الصناعي هو الديكور الوحيد ولما كانت الكاميرا تحتفظ بكل ذكرياتنا لما كنا نطبع الصور من الكاميرا بعد العيد وطبعا كلنا نذكر الحركة اللي نرفع فيها النيجاتيف ونحاول نميز الصور من خلالها تذكرون مشوار استوديو التصوير الكرسي اللي بعضنا كانت تصيد الرهبة منا والحركات اللي صرنا حين نضحك عليها الأربع صور بإفكتات مختلفة حسب الطلب دهشتنا تجاه خلفيات الطبيعة المنوعة، تذكرون أيام زمان لما كانت الألبومات هي الذاكرة، لما كانت فرحة العيد بسيطة، ولما صارت فرحة العيد أكبر كل ما أخذنا الزمن والذكريات تذكرون أيام زمان؟ مشاهدينا العيد دائما يعني يعكس في داخلنا الفرحة ويحرك فينا الحماس خصوصا مع يمعة الأهل والأحبة الصغار والكبار فحلو أن احنا يعني نسوي أجواء خاصة في هاليوم ونصنع منها ذكريات ما تنسي نسترجعها مع مضي السنوات يا أسماء صحيح عصام يعني. طبعا ومن البرامج اللي صار عليها إقبال في الفترة الأخيرة الألعاب الجماعية سواء كانت بدنية أو ذهنية واليوم عندنا نموذج من هذه الألعاب نتعرف عليها مع أصحاب مشروع بحريني للآلاء هاشم وإيمان شريف عيدكم مبارك وعساكم من عوادة من عوادة كنعم نورتونا نورتونا. نورتونا وشرفتونا يعني مشكلة. إيمان ببتدي معاك أنا قبل الالعاب يعني كانت مقتصره على الاطفال يعني صح اليوم مع تطور الالعاب في اصبح في العاب موجهه ايضا للكبار يعني فالكبار دشوا على الخط يعني هل انتم ملاحظين ذي الشيء من خلال مشروعكم يعني الفئه العمريه اللي يعني تقبل على هالشغلات الحلوه اللي تسوونها صح آه نفس ما قلت قبل كنا نقول الالعاب نسمع كلمه العاب نربطها بالاطفال يعني اكثر شيء بس الحين لا الكبار والصغار عندنا احنا العابنا يلعبونها إن شاء الله حتى كبار السن يعني ما شاء الله الابهات الامهات العائله كلها تلعب الالعاب دي يعني يمكن الحين تطور شوي موضوع الالعاب عندنا فصارت اللعبه في كل بيت صحيح آه مو بس تطور يمكن نقدر نقول انه صارت هبه هبه الالعاب في كل بيت في الميالس في الجمعات <applause> آه بالذات انه صار عندنا مناسبات اكثر في, صح. في الفتره الاخيره ايش آه قد تغير في معدل البيع والشراء عندكم بالنسبه لكم اقدر اتكلم كمثال عن فتره الجائحه نعم. كوفيد خصوصا السنتين اللي راحوا بالعكس كان في قفزه في المبيعات واحنا نعم. بروحنا لاحظنا هالشيء احنا كان يعني كان في اقبال في مبيعات على العابنا بين مثلا عطلات مواسم معينه، نعم. بس فتره الجائحه كان جنب عود مثل ما اقدر اقول، لان الناس اضطرت تقعد في البيت، كان في اغلاق، كان في لوك داون، اغلب وقتهم في البيت، ما في وسائل ترفيه، ما في طلعات، نعم. ما في محلات تجاريه، فزاد الاقبال، تم الناس تطلبها بشكل اكبر، كنا احنا بعد نحاول نشجع حمله خليك في البيت اللي سواها سوتها سوتها الحكومه. ونفس الوقت سوينا خصومات او عروض على الالعاب. فالحمد لله بالنسبه لنا كان وايد ربح نعم. جميل. الحلو ان انتم صار لكم صدى حتى على المستوى الخليجي. صح ايمان وعلاء طبعا. آه وسؤالي حق ايمان يعني او ملاحظه هي احنا لاحظنا ان انتم حريصين على الترويج للخصوصيه للمحلية البحرينيه. للهجه البحرينيه حتى يعني ويعني هذا شيء يحسب لكم للامانه. صح. انتم ماخذين ذي بعين الاعتبار يعني أكيد. ولا الموضوع بالنسبه لنا والله لهجتنا حلوه وممكن ان المشروع يضرب لان اللهجه حلوه لان خصوصيتنا حلوه. صح مثل ما قلت ترى احنا ك الشيء اللي شد الناس آه وجودها ان اللعبه ذي اول لعبه باللهجه الخليجيه المحليه. المحلية اي نعم, نعم. في اللهجه المحليه البحرينيه طلعت اول لعبه قبل اكثر من 10 سنوات ما شاء الله اي نعم ف... من 10 سنوات من 10 سنوات عشر. من من إيه ما شاء الله فمن ذاك الوقت الناس كانت متعوده اصلا الالعاب اللي كانت متوفره في الاسواق كانت اجنبيه او نعم. باللغه الفصحى يعني فكان شيء غريب بالنسبه لهم انه يشوفون لعبه بالبحريني باللهجه البحرينيه بمناطق البحرين نعم يعني مو دائما تشوف تبطل لعبه تشوف مثلا شيل قشك ولا يعني هالسوالف يعني الكلمات المحليه الدارجه عندنا فهاي اكثر شيء شد الناس ومثل آه ما تعرفون يعني احنا لهجتنا محببه يعني في دول الخليج صحيح ووايد يحبون يقرون نحب لهجاتكم يقولون يحبون يكتشفونها يحب... يحبون احس وهم يقرونها يسمعونها عشان نقولها نعم. 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 بالصوت نعم. <applause> فعندنا عندنا اقبال كبير يعني تنباع اللعبه برا في الخليج في الامارات في السعوديه <applause> يقولون احنا شدتنا لهجتكم وايد حبوها فانتشرت هناك. حلوه هذه البصمه اللي صنعتوها من خلال مشروعكم آه ونرجع للمناسبات اكثر <applause> آه العيد يمكن من اكثر المناسبات اللي تصير فيه يمعات. صح ما فكرتوا ان انتم تسوون مثلا لعبه مخصصه يعني بمناسبه الاعياد؟ آه بالنسبة حق السبيشال إديشنز أو الإصدارات الخاصة بالمواسم نعم. إحنا اوريدي آه بين فترة والثانية بحسب المناسبة أو الموسم جيمي. نصدر إصدار خاص فيه عندنا كارد خاصة بالفورمولا وان آه عندنا إصدار حسب كان في عياد البحرين عيد الوطني رمضان نعم. التخيم لحد الان ما ما فكرنا باصدار خاص في العيد ان شاء الله بالجريب واذا ما نكون منازلين نكون نسوي عروض او خصومات خاصه حق فتره محدوده جديد. فتره العيد إيه؟ بحريني دي الايمان هي اللعبه الاشهر اللي انتم صنعتوها إيه نعم شنو سر شهرتها تحديدا؟ أه نفس ما قلت لك هي اول ما طلعت كانت إيه؟ لهجه بحرينيه كبدايه ها إن هي اول شيء اول شي لعبه تنزل في البحرين كلهجه أول. بحرينيه وهذا اول شيء صنعته انت؟ نعم بحرين ديل اول شيء بحرين ديل بعدها لان شفنا اقبال كبير بدينا نصدر العاب اكثر، بدينا في قوم الشوط، بدينا عقبها الاصدار الاخير اللي سويناه الراس العود يعني نعم. قدرنا ان نتطور الحين في اللعبه. بنية حق قوم الشوط والراس ايه. العود بس نبي نتكلم عن لعبه الراس العود م. اللي يمك عصام. هذه آه هي كلمونا عنها راس العود وشنو هاي المسابقه شو خطر على بالكم <applause> مسابقه راس العود اوكي هي اللعبه تختلف عن البحريني ديل البحريني دي شبيهه بالمونوبولي المشهوره الراس العود غير كلها تعتمد على سرعه بديها وتخمين كلمات نعم وافرقه تتنافس ما بين بعضها مكتوب آه. هنا وصل لهم الفكره اللي في راسك بالضبط yeah. أيه؟ فانا كراس العود <applause> <applause> صح بالضبط، فأنا مثلا كراس العود أو بنفس ما أقول قائدة الفريق اللي قدامي أحاول أعطيهم تلميح كلمة واحدة بس الكلمة ذي ترمز حق عدة كلمات معروضة قدامهم في بطاقات فيها بطاقات الكلمات، خلال دقيقة ونص لازم يخمنونها يبيلها تفكير عميق آم يعني وسريع لازم يعتمدون على يفهمون سرعة إشارات بعض سرعة البديهة، فالفريقين يتنافسون والفريق اللي خمن كلماته قبل هو الفريق الرابع. انا تخيلت وانتم يعني تفكرون في ذي الالعاب تفكرون حتى في مسمياتها انتم داشين العصف الذهني صح, صح. انا متخيل الجو كله ضحك <تصفيق> صح. <تصفيق> صح. صح صح في مواقف معينه يعني تحبون تقولونها لنا صارت لكم خلال مساله العصف الذهني هو هو عادة ان إيه بعض يصير <applause> <applause> <سلين. سلين. تصفيق> <تلازم> على رايها <تصفيق> نفسي <تصفيق> انا <فهمنا نختلق>. <تصفيق> <تصفيق> <applause> لا هو هو انا ودا لازم على رايي يعني بس هي يعني هي المسالمه هي مسالم يعني دائما واحد يشد واحد يعني أنا هي أنا لان هي تشد انا دائما ارفع <applause> انا حتى يسموني هنا الملاك يعني هي لان في المشروع هي الديزاينر فالتصميم حتى البطاقات والالوان هي تسوي فاكون انا مثلا بوصل لها فكره في بالي حتى ما اقدر ارسمها بس زين انه في توارد خواطر فهي تقول لي اوكي فهمت قصدك وتصممها وتسوينها واقول لها بالضبط اللي اقصده اوكي okay, حلو شيء زين بس من عادة من اللي دائما ينتصر؟ والله <applause> 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 بس بدون ما يجي الشيطان بينكم من فضلكم <applause> لا اكيد <أي>. هو يعني <تصفيق> يعني ما <applause> يعني اشوف انتصر او نزع بس ساعات اللي اصر <applause> اصر يعني اكثر بس انه هي يعني اوكي وياي يعني مو <applause> اهم شيء يطلع الانتاج في الاخير يطلع بشكل حلو والناس تحبه يعني. صح. نعم وطبعا من اصداراتهم عصام بعد قام الشوط. قام الشوط. انا ابي اعرف سر الاسامي أيه؟ وش كثر تاثر هذه الاسامي في نجاح المشروع صح. او انتشاره حتى يعني يمكن اليوم احنا ويد اول ما دشينا الاستديو عصام هاي اول شيء لفتنا. صح. اي فكلمونا عن هذه النقطه. اوكي قام الشوط نفس ما قلتي يمكن اول شيء شد المتابعين او الزباين. اسمها فبعضهم حتى من باب الفضول شروها بس هي إيه من اسمها ترمز حق شيء انه بسرعه قام الشوط او يعني يلا يمشي حالك أي. فاللعبه بعد ما تعتمد على ذكاء او حل اسئله والغاز لا كلش لا هي لعبه اكثر حق الضحك والغشمره شنها اسئله واجوبه وعادل ان الاجوبه ما تكون تناسب الاسئله بس <تصفيق> 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 تعتمد على اللي يسال وشنو اللي يعجبه فتعتمد بعد فيها سرعه وفيها ضحك خفتنا يعني جميل انتم تعرفون هاي المصطلح ايش معناه قام الشوط احنا في البحر هنا ايش يلا قام الشوط يلا يعني <applause> بدات تمشي معاي يعني قام ايه؟ مش... ايه؟ يعني ايه. اه. او قام الشوط يعني الشوط ايه؟ ايه؟ نفس الفكره فكره اللعبه ايه؟ بنفس الطريقه اوكي انا هاي اللي حبيت اتاكد منها طيب يعني بعد ايضا يعني المتعه هدف وهدف مهم خصوصا في الزمن اللي احنا عايشين فيه يعني وايضا توصيل المعلومه يعني استثمار ذي المجال او مجال الالعاب مثلا في توصيل المعلومه خصوصا الالعاب اللي احنا يعني نستهدف بها الفئه السنيه الاحدث اللي هو الطفل صح هل هذا شيء صعب تشوفونه من واقع التجربه بس ما قلت الموضوع توصيل الفكره احنا وايد حذرين في هالموضوع مم. يعني انك تحط كلمات اه 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 اختيار المسميات، اختيار المناطق، اختيار ال المعالم، معالم البحرين شلون حابين نطلعها احنا حق الناس؟ شلون نعرفهم يعني الصغار خاصه شلون نعرفهم على هالمناطق؟ يعني هاي شيء لازم دائما يعني نركز فيه. بس بنفس الوقت يعني اه بجانب هاي الشيء احنا نحب ان تكون اللعبه خفيفه ما 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 نركز وايد عليها ان تكون جديه اكثر بس يعني شلون انك تقدر تجذب الطفل بطريقه غير مباشره جميل. يعني ان تعرف تعرف الصغير والكبير على جميل. مناطق لحد اليوم لحد الحين احنا نحط بين فتره وفتره في السوشيال ميديا شنو معنات كلمه مثلا العفور يعني يمكن الجيل آه الجديد ما يستخدمها وايد فنشوف في ناس ما يعرفونها يعني قاعد يتعرفون على كلمات مسميات معينه ف هاي الشيء يعني لاحظنا يعني هالشيء وقاعد نحاول نوصل معلومات اكثر م. عن نعم اللحجة. يعني تعرفون اللي, اللي تسوونه انتم المنتجات الحلوه هذه هذه ممكن تكون سبب في يعني ابتعادنا الى حد ما عن مواقع التواصل صح الاجتماعي، صح يعني. صح ولها ما لها وعليها ما لها يعني، في لها فوائد وايضا لها سلبيات للامانه. يعني الافراط في التعاطي مع مواقع التواصل، يعني مم. تخيلوا مشاهدين نحن نجتمع على هاللعب العود. يعني هالمهمه هذه الجميله الراس العود، وصل لهم الفكره او قام الشوط ون... ون... ونعيش جو من التنافس والضحك والاناسه نعم <applause> وايضا هي هي يعني يعني اذا كان كنا نعاني احنا من كسل معين ممكن هي تكون سبب في تنشيط ايضا صح, صح, صح؟, صح؟ أكيد. يعني الكلام اللي اقوله مهم انا ها صح أكيد أكيد فيا جماعه وش ومشروع بحريني نعم. خلونا ندعمه، خلونا نجربه، خلونا احنا نستخدمه طبعا ونستثمره في ان احنا نبتعد شوي عن مواقع التواصل، صحيح. وايضا نزيد من اللحمه ونزيد من التواصل المباشر بين افراد الاسره صحيح وبين صحيح. الاصدقاء، ها اسمع صحيح. شو رأيك؟ هذه من اهم النقاط يمكن عصام نعم. ان الترابط اللي يصير بين الاصدقاء او الاسره نعم. في المرتبه الاولى وايد حلو انه يصير في نفس ما قالت ايمان انه في ثقافه في نفس الوقت هي متعة. في متعة فحلو هذه المفاهيم اللي قاعدين تنشرونها مجهود جميل وتستحقون هذا النجاح شكرا. اليوم صح صح من هلا ان شاء الله مشكورين طبعا كان معنا مشاهدينا اصحاب مشروع بحريني ديل الاء هاشم وايمان شريف نشكركم على الحضور مشكورين. وكل التوفيق لكم شكرا على شكرا على الاستضافه ومع هالفقرة مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا طبعا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات اللهم آمين مشاهدينا نلتقيكم باكر بإذن الله في ختام العيد في أمان الله في أمان الله